تشهد مصر نهضة تنموية كبيرة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال الارتقاء بالإنسان المصري ثقافيا وفكريا. فقد وضعت مصر نصب عيونها هدفا، وهو الوصول بالثقافة والفنون والآداب لجميع المحافظات، لا سيما المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد، التي احتضنت بعد توقف دام لعامين مؤتمر أدباء مصر في نسخته 35. حدث ثقافي كبير، وبعد توقف لمدة عامين ولأول مرة في محافظة الوادي الجديد، انطلقت فعاليات مؤتمر أدباء مصر في دورته 35 في مسرح سينما هيبس بالخرجة ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي وقصر ثقافة الخرجة. كان أول مرة الدورة 35 تعمل في محافظة حدودية يعني، والحمد لله الفكرة بقى لها أكثر 4 شهور، والحمد لله السيدة وزيرة الثقافة كنا نسقنا معاها هذا المؤتمر، وهي كانت بتنقل حياتها اللي كان في ظرف صحي بأمانة، كانت هتبقى موجودة معانا النهاردة. شرفنا للكاتب الكبير محمد سلماوي و400 أديب من ربوع مصر كلها، فده كان أكبر حدث يعني يتم أدبي في هذا العام، وهتبقى الوادي الجديد هيبقى عاصمة الثقافة المصرية خلال عام 2023. فالموضوع النهارده افتتاح، لكن ان شاء الله مستمرين طول العام. المؤتمر يعقد تحت شعار الفعل الثقافي ومشكلة المعنى بمشاركة 350 من الباحثين والنقاد، وتستمر أعماله لمدة 3 أيام، يتم خلالها تنفيذ العديد من الندوات الثقافية والحوارات بالعديد من المواقع الثقافية بقرى ومدن الوادي الجديد. انعقاد هذه الدورة على أرض الوادي الجديد بتعني لنا الكثير. حضرتك عارف انه مبدأ العدالة الثقافية ومبدأ الدستوري بامتياز، والوادي الجديد لم تحظى بتنظيم هذا المؤتمر طوال عمره المديد حوالي 35 دورة. أعتقد أنه يعني قبول السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن يستضيف هذا المؤتمر إنما ينم عن وعي بدور الثقافة في التنمية، وأعتقد أيضا أنه المناقشات البحثية والموائد المستديرة والزيارات الأثرية كل هذا سيحدث حراكا عظيما جدا على أرض الوادي الجديد، خاصة أنها أعلنت محافظة للثقافة المصرية لمدة عام. المؤتمر شهد تكريم عدد من الأدباء والأديبات والنقاد، فضلا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين. ده أكبر دليل أنه الدولة تهتم بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ووزارة الثقافة تعمل في ضوء برنامج عمل الحكومة، توجيهات معالي الوزيرة الدكتورة نيفين، أنه إحنا نبتدي نشتغل في الأطراف مش بس داخل العاصمة، أن إحنا نذهب بالثقافة اللي مستحقيها ومريديها. الحقيقة ما لمسناه من دعم السيد المحافظ اللواء الزملوط في الوادي الجديد من حفاوة وترحاب، كل أدباء مصر اللي جم شافوا قطار التنمية، شافوا البنية التحتية اللي بتحصل في الوادي الجديد سواء في الخارجة أو في الداخلة، إنما هذا يؤكد على مصرنا الحديثة، على الجمهورية الجديدة والخطوات التي تبذل والجهود التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالمواطن المصري وبناء الإنسان المصري. وقدمت فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى إصدار أغنية للمؤتمر عن محافظة الوادي الجديد. دورة 35 لمؤتمر أدباء مصر في الوادي الجديد وإعلان محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة لمدة عام، طبعا ده حدث تاريخي ونقلة ثقافية حضارية تاريخية في تاريخ محافظة الوادي الجديد. الوادي الجديد كان لها نقلة عمرانية وزراعية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن اليوم الوادي الجديد تحتفل وتنتقل نقلة ثقافية كبيرة جدا باستضافتها لمؤتمر أدباء مصر وإعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة للعام 2023. مؤتمر عريق يمثل كل أدباء مصر بدون تفرقة بين محافظة وأخرى، ويلقي الضوء على محافظة الوادي الجديد.